ان احنا حبينا كلنا كعيله كاسره كاسره مصريه ان احنا نشارك كلنا في الفرحه اللي مصر كلها بتحتفل بيها. الفرحه دي ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده. الفرحه دي بتشوفها في وش كل واحد مصري ماشي على الشارع راكب الاتوبيس النهري. مش بس التذاكر المجانيه اللي عملها السيد الرئيس السيسي للشعب، لا، الفرحه دي حقيقيه، الفرحه دي بجد، كلنا فرحانين. والنهارده شفناها في وش كل واحد. النهارده الناس، احنا الاعلام دي مش احنا اللي شارينها، الاعلام دي ناس وزعتها علينا واحنا ماشيين على طريق الكورنيش. النهارده شفنا عربيات الجيش وعربيات الشرطه بتشارك الناس. النهارده دخلنا الاهرامات تذاكر مجانيه.